بتاريخ 20 من شهر ديسمبر سنة 2023 على الساعة 8:45 ليلا، وقع حادث مرور مميت بالطريق الولائي رقم 3 في جزئه الرابط بين بلديتي السوقر والسي عبد الغاني، بالضبط بالحجر الكيلومتري رقم 33. حسب المعاينات اتضح أن سبب الحادث ناجم عن عدم تخفيض السرعة في منعرج، مما أدى إلى انحراف وانقلاب حافلة نوع هيجر كان على متنها فريق مولودية البيض. للأسف أسفر الحادث عن وفاة لاعبين رحمهم الله وجرح 13 لاعب آخرين والمتواجدين حاليا بالمؤسسة الاستشفائية بالسوقر. نقدم التعازي لعائلات الضحايا وندعو السواق من أجل تخفيض السرعة والالتزام بقواعد السياقة السليمة في ظل التقلبات الجوية. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر فتحت تحقيق للكشف عن ملابسات الحادث. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 وكذا موقع طريقي للاستعلام عن حالة الطرقات.